فقدان الابن أصعب حاجة ممكن الواحد يمر بيها في حياته، عشان كده موضوعنا النهاردة عن الفنانين اللي فقدوا أبنائهم، أولهم الفنان القدير الراحل حسن حسني، فقد بنته فاطمة سنة 2003 وده خلاه يدخل في حالة حزن شديدة جدا. الفنانة داليا البحيري فقدت بنتها الأولى خديجة بعد صراع مع المرض في سن صغير. الفنان هاني شاكر فقد بنته دينا سنة 2011 بعد ما أنجبت ولادها التوأم وعانت كتير من مرض السرطان. الفنانة مديحة حمدي فقدت ابنها الصغير أثناء ما كانت مشغولة في تصوير عمل من أعمالها خارج مصر، وتوفى نتيجة إن وقع وقعة شديدة على راسه عملت له نزيف حاد على المخ. الفنانة رجاء حسين فقدت ابنها كريم سنة 2014 عن عمر 43 سنة نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وهو سايق عربيته على كوبري 15 مايو، وللعلم ابنها كريم أنجبته من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن. الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة فقد ابنه الصغير في حادثة عربية. الإعلامي السعودي محمد خضير فقد بنته الرضيعة في شهر 6 الحالي بعد أيام من دخولها العناية المركزة. الفنان الأمريكي جون ترافولتا فقد ابنه جيت نتيجة إنه وقع في الحمام واتخبط خبطة شديدة في راسه ووقع في البانيو اللي كان مليان مية. هل مات نتيجة إنه فقد وعيه في المية وغرق ولا نتيجة اصطدام راسه؟ الله أعلم. وكانت آخر حالة وفاة عند الفنان محمد أسامة الشهير بأسقس نجم مسرح مصر، فقد ابنه الصغير علي عن عمر 3 شهور ونعاه على إنستجرام بكل حزن وأسى بعد ما كان احتفل بولادته من كام شهر على تويتر بصورة ليه من المستشفى يوم الولادة. رحم الله جميع الأموات وألهم أهلهم الصبر والسلوان. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.